للدلالة على رمزية القدس وأهميتها بالنسبة للعرب والفلسطينيين، انطلق ماراثون القدس الدولي الأول في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة بطول 3 كيلومترات، والذي تم إقراره من قبل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته 33 بالعاصمة اللبنانية، بحيث يكون في 26 من أيار كل عام في يوم الرياض العربي، ويكون في عامه الأول بمدينة القدس، على أن ينظم كل سنة في بلد عربي مختلف، حيث عبر المشاركون عن أملهم بأن يكون الماراثون العام القادم داخل أسوار القدس. ويأتي هذا أيضا ليؤكد على ما سبق وأكدنا عليه في أكثر من مناسبة، ألا وهو الأهمية القصوى التي تكمن في البعد العربي لقضيتنا، وبما سيمكن شعبنا إن شاء الله مستمدين العزم من ثقتنا بإصرار شعبنا على البقاء والصمود والثبات والتحدي على هذه الأرض، وعلى ممارسة حقه الطبيعي في العيش بحرية وكرامة عليها. جاء هذا الماراثون الدولي بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة، والتي تبناها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالإجماع، لتصبح تقليدا عربيا سنويا بمناسبة يوم الرياض العربي، تتعاقب على تنظيمه الدول العربية لتؤكد الموقف العربي الأصيل المساند للقدس والداعم لفلسطين ولنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال. ويأتي هذا الماراثون الذي جاء بحضور رسمي وشعبي من كافة المحافظات نتيجة التعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة القدس من جهة، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية من جهة أخرى. أن جامعة القدس تهتم بعنصر الشباب، حيث الشباب يشكلون أكثر من 52% من الشعب الفلسطيني، ونعتبر أنفسنا في هذه الجامعة صناع للمستقبل. منكم أنتم أيها الشباب، المسؤولية تقع عليكم في بناء الدولة القادمة. هذا وقد تخلل المهرجان العديد من الفقرات واللوحات الفنية والاستعراضية والتراثية التي عبرت عن واقع المدينة المقدسة في هذه الفترة، من هدم للمنازل ومصادرة للأراضي وطرد للسكان.